السوق الإسلامي، كذلك أننا نعتبر ثاني أحسن بنك خاص مقارنة أول واحد أظن السي آي بي من ناحية المؤشرات المالية، من ناحية المردود على رأس المال، من ناحية المردود على حقوق المساهمين، من ناحية المردود على الأصول، من ناحية جودة الأصول. هذه اللي المؤشرات المالية، احنا نعتبر ثاني أحسن بنك. حصتكم السوقية في مصر بقى؟ حصتنا أظن تعدت حوالي الآن حوالي 12%. 12% من السوق. أكيدا هنا، لأن هنا عندنا القدرة على الزيادة لعدة أسباب، عندنا ارتفاع في الودايع، وعندنا كذلك رأس مالنا جيد يعني، فعندنا مثل تقول يعني مساحة لا بأس بها لنمو الأصول. يعني خلال 5 سنوات الماركت شير بتاع هنا نشوف إن شاء الله 15%.